بكم من جديد مشاهدينا، ومن أبرز تفاصيل الملف الاقتصادي النهاردة من جريدة الشروق صفحة 3: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر صفعة جديدة للصكوك السيادية. دكتور عمرو حسنين الخبير في التصنيف الائتماني الدولي بيقول طرح الصكوك سيكلف الحكومة كثيرا وستواجه صعوبات في جذب الأموال. دكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية للحرية والعدالة بيقول المخاطرة لن تكون كبيرة وهذه التصنيفات تحركها دوافع سياسية. هاني جنينة رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: تخفيض التصنيف يعكس ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تسديد ديونها. وكانت مؤسسة موديز انفسترز سيرفيس قد قامت في ثاني يوم من إقرار قانون الصكوك السيادية دون تمريره على هيئة كبار العلماء بالأزهر بتخفيض تصنيف الدين السيادي إلى درجة CAA1 بدلا من B3. أما مجلة فورين بوليسي فبترد على الرئيس رئيس الجمهورية وبتقول له عدم استقرار الثورة ضربة عنيفة للاقتصاد، فكيف تريد أن تصبح مصر عضوا في البريكس؟ البريكس دي مجموعة بتضم البرازيل، روسيا، الهند والصين وجنوب أفريقيا، وبيتم تصنيف الدول دي على أنها الكريمة بتاعة الدول النامية، أنها الأكثر صعودا والأعلى صعودا في الدول النامية، وصعب جدا أن احنا نقارن مصر بها أو حتى بمجموعة اقتصادية أخرى اللي هي ماكت واللي بتضم المكسيك وتركيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى تركيا، فهي بتبعد اقتصاديا بكثير عن مصر لأنه متوسط الناتج المحلي لهذه الدول 973 مليار دولار ولكن مصر 230 مليار فقط. شروق كمان بتتكلم على مفاجأة، بعثت صندوق النقد الدولي موجودة حاليا في مصر وجهود من الحكومة والصندوق صندوق النقد لتوقيع القرض قبل نهاية يونيو المقبل، وطبعا ده في ظل يعني أزمات اقتصادية مختلفة ومستمرة. طبعا مشكلة الصكوك دي مشكلة كبيرة. أنا لسه برضو قاري إن عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بيقول إن الدكتور محمد فيه رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة في مجلس الشورى راح قعد مع شيخ الأزهر بطريقة ودية وحاول يعني ياخد موافقته، وكان شيخ الأزهر حاسم لرفضه لهذا الأمر، وإن الأعضاء اتضايقوا إن هو بينه وبينه كده قال له يعني إحنا عندنا المشاريع وعندنا الفلوس بتاعت السكوك. وموضوع مشروع السكوك ده يبين قد ايه الناس زي بتستخدم الاسلام. كان اسمها سكوك اسلامية. اول ما لقى مجمع البحوث الاسلامية بيعترض راح قال لي خلاص خليها سكوك بس. فاذا الاسلام عندهم وسيلة وليس غاية. يعني هو بيستخدمه زي ما بيستخدمه في الانتخابات، الاسلام هو الحل. بعد الانتخابات اتحدى لو حد من الاخوان بيتكلم على الاسلام هو الحل من ساعة ما الدكتور مرسي مسك لحد الوقت، لكن في الانتخابات كان الاسلام هو الحل ماشي زي الفل. لا خاصة انه في هيئة جديدة من يعني شبه شرعية من المفترض ان هي هتراقب موضوع الصكوك حتى وان تم تغيير اسمها من الاسلامية الى السيادية، وده يعني بيشير الى حتى عدم اقرار او احترام الدستور اللي تم يعني انجازه سريعا ومن خلال اللجنة التأسيسية. ما ده برضو يدل على الفشل. يعني ناس عملوا دستور بعد كده عملوا عليه قانون للانتخابات، القانون المحكمة الدستورية اثبتت ان هو غير دستوري، وبعدين راحوا موديينه اقروه على طول الرئيس، فالقضاء طلع طعن عليه ووافق ان يعني ان يتوقف الانتخابات. وادي برضه في الصكوك مش عارفين يعملوها حتى للدستور اللي هم عاملينه، يعني مش عارفين يعملوا حتى قوانين للدستور اللي هم عاملينه اللي هم مفصلينه. يعني وخلينا نتذكر كمان كلام من رئيس الجمهورية لما قالك من يتحدثون عن افلاس مصر هم المفلسون. احنا خلاص احنا فاضل لنا درجتين ونخش على اليونان يبقى زينا زي اليونان. والراجل ما زال بيقول لك اللي بيتحدثون عن افلاس مصر هم المفلسون. وطبعا في يعني كثير من التصريحات وابرزها الحقيقه تصريحات فيكتوريا نولاند المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه اللي بتتكلم انه الرئيس مرسي اتخذ بعض الخطوات بالفعل خاصه بعد لقائه بجون كيري وزير الخارجيه الامريكي، ووعده بانه هو هيبتدي فيها لمجموعه من الاصلاحات الاقتصاديه، وقالت انه امريكا زي مصر حريصه تماما انه مصر تحصل على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار. وفي نفس الوقت طبعا الرئيس الأمريكي في جولة في الشرق الأوسط، زار فيها تل أبيب، زار فيها رام الله، ويزور الآن عمان بالمملكة الأردنية ولكنه لن يمر على مصر. احنا هنروح للمقطم وزميلنا حسام حداد هناك علشان يشرح لنا الظروف عاملة ازاي. صباح الخير يا حسام.
صباح النور. نحن بالفعل في منطقة المقطم، يعني متواجدين الآن في تقاطع شارع 9 مع شارع 10 بجانب مقر مكتب الإرشاد أو مقر جماعة الإخوان المسلمين. الوضع هادئ هنا تماما، ليس هناك أي وجود لاشتباكات أو حتى وجود للمتظاهرين. يعني رحل المتظاهرون بالأمس في حدود الساعة 10 مساء بعد أن أحكمت قوات الشرطة سيطرتها على المنطقة المحيطة بمكتب الإرشاد، وبعد أيضا أن انتهت فعاليات التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى الثورية التي أعلنت أنها ستنهي التظاهرة في حدود 10 من مساء أمس. الوضع هادئ تماما هنا، هناك تواجد كثيف لعناصر الأمن المركزي وقوات الشرطة، الكثير من مدرعات ناقلات الجنود ومدرعات الاشتباك. رأينا بأعيننا الكثير من فوارغ طلقات الخرطوش والكثير من فوارغ قنابل الغاز المسيل للدموع. أيضا هناك بعض من الشباب الملتحي المتواجد أمام مقر الإخوان المسلمين، أغلب الظن أنها من اللجان الشعبية التي تحدث عنها أعضاء الإخوان المسلمين أنهم يقومون بحماية المقر. الوضع هادئ، نستطيع أن نرى بعض من عمال النظافة يقومون برفع مخلفات الاشتباكات من كسر الطوب والحجارة والزجاج في الشوارع المحيطة بالمقر. وعلى مقربة من مكاننا هذا هناك أيضا يعني بقية من الاشتباكات أو من كسر الطوب والزجاج متواجد في أول شارع 9 في ميدان النافورة، ويقوم أيضا عمال النظافة برفع المخلفات الناتجة عن الاشتباكات. معنا الآن أحد شهود العيان، أحد ساكني منطقة المقطم، الأستاذ إيهاب ميشيل، سيروي لنا كافة التفاصيل التي شاهدها بعينه بالأمس ويوم الخميس الماضي استعدادا لتظاهرة الأمس. بنرحب بحضرتك، وحابين حضرتك تشرح لنا أو توصف لنا اللي شفته بعينك امبارح من اشتباكات أو تظاهرات أمام مقر الإخوان المسلمين. هو الموضوع بدأ من يوم الخميس مساء، كان في تواجد كثيف جدا لجماعة الإخوان قدام المقر وبيته لتاني يوم الصبح، ما كانش في حاجة يوم الخميس بالليل. يوم الجمعة بعد الصلاة كان من الصبح انتشرت قوات أمن مركزي كثيفة جدا ومدرعات، وبعد الصلاة طلعت بقى الثوار طلعوا، وعلى الساعة 5 كده 5:30 بدأت الاشتباكات بينهم. لما الاشتباكات شدت جدا بدأ الأمن المركزي يضرب قنابل مسيلة للدموع، وكان المتظاهرين بيرموا حجيرة وطوب على الأمن المركزي والإخوان المسلمين، وحصلت اشتباكات كده في شارع 9 برضو بعيد عن المقر. وسمعنا برضو ان في اشتباكات وعربية ولعت في ميدان النافورة قدام. يعني سمعنا عن احتراق بعض العربات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين او الاوتوبيسات، وسمعنا ايضا عن قطر يعني التيار الكهربائي في المباني المحيطة وايضا اعمدة الانارة في الشارع. لا، هو حريق العربيات انا سمعت انه تم في ميدان النافورة وهو بعيد عننا وبعيد عن المقر بتاع الإخوان. الكهرباء اتقطعت حاجة بسيطة جدا ورجعت، بس أعمدة الإنارة هي اللي كانت مطفية. ماذا عن استخدام الأمن لقنابل الغاز؟ ويعني سمعنا أن هناك بعض استخدام لطلقات الخرطوش، هل رأيت بعينك يعني استخدام لمثل هذه الأسلحة المستخدمة في فض الشغب كما تسمى؟ أنا المتأكد منه قنابل الغاز، إنما الخرطوش يعني ما أعرفش أميزه بصراحة، لكن قنابل الغاز كانت كثيفة بشكل رهيب جدا، وصلت لنا البيوت ودخلت للبيوت، ويعني كنا عايشين في حالة رعب نتيجة الأولاد كمان النفس والاختناق وكده، وحصلت حالات إغماء للمتظاهرين. شكرا جزيلا أستاذي. شكرا. أنا عايز أضيف حاجة، يعني طبعا المتظاهرين على عيننا وعلى رأسنا، يعني دمهم وإصاباتهم وكده، فأنا يعني بأرجو أو يعني وجهة نظري الشخصية نحاول نغير الأسلوب اللي بنتبعه ده، نظام الكر والفر وضرب طوب وقنابل مسيلة للدموع، ومش شايفين نتيجة أو نهاية لكده. فيعني لو يحاولوا يعدلوا أسلوبهم أو يشوفوا بدائل اللي بيعملوها دي يكون أفضل لينا كلنا يعني.
شكرا جزيلا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. يعني كانت هذه شهادة من أحد ساكني العقارات المحيطة بمكتب الإرشاد، هي يعني شهادة صغيرة لا تعبر، أو عينة عشوائية لا تعبر عن الوضع كله بالأمس. عودة مرة أخرى إليك في الاستوديو. شكرا جزيلا حسام حداد. شهادة لواحد من المواطنين الأستاذ إيهاب مشال، ولكنها بالتأكيد معبرة عن حال سكان أي منطقة بيكون فيها اشتباكات، بيبتدوا يعانوا من الغازات المسيلة للدموع اللي بتدخل طبعا من الشبابيك والأبواب، بتخنق الناس في بيوتها، بيسمعوا طلقات الرصاص أو الخرطوش، بيشوفوا الكسر والضرب والعنف والدم اللي على الأرض، وبيطالب أنه يكون في طريقة تانية غير الكر والفر وضرب الغازات والأسلحة المستخدمة. وده يعني الحال، ووصلنا للحال ده شعور كبير جدا، واضح أنه إحباط. وكل الطرق مقفولة ومسدودة ولم يبقى إلا هذا الطريق، ولكن إلى أين من الممكن أن يأخذنا هذا الطريق؟ طريق في عنف وفي إلقاء لطوب والمولوتوف وفي استخدام لأسلحة بيضاء من كل الأطراف. يعني الواضح أن مصر بتسير من سيء إلى أسوأ، الواضح أن رئيس الجمهورية مش معانا، يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى، هو الذي يستطيع أن يدعو للحوار، هو الذي يستطيع أن يعين الكفاءات بدل ما بيعين عشيرته وجماعته. مش واخد باله أن حتى معظم الناس اللي هم أيدوه في الانتخابات تخلوا عنه، بما فيهم حزب النور، محمد أسمى السادات، حتى وائل غنيم امبارح بيتكلم على أنه أخلف كل وعوده وأنه ما حققش حاجة للثورة. لما جه جاب حتى النائب العام قال لك ده مطلب الثورة، فطلع الثوار قالوا له مش عايزين ده، فالمفروض يغيره ما دام هو يعني مطلب الثورة. الأيام بتثبت أنه هو مطلب جماعته وليس مطلب الثورة. تمسكه بأجنة جماعته بعيدا عن التوافق الشعبي مع الناس. كل الأمور دي أنا أعتقد أن الحل بيد الرئيس. الرئيس لا يضع التاريخ في عند قراراته أو عند إقرار أمر، مش يعني مش قادر يفتكر أن التاريخ هيكتب عليه إيه. كل اللي يهمه على رئيس منا الإعلامي عاصم بكري يقول لك هم لا ينظرون إلى مصر، وما ينظرون إلى الجماعة فقط، مش شايفين مصر، هم شايفين الجماعة الإخوان المسلمين فقط. والأيام بتثبت أن الأمور مش هتمشي كده، يعني الأمور مش هتمشي كده. الناس شافوا انتخابات الاتحادات الطلابية، شافوا انتخابات الصحفيين، شافوا حاجات كتيرة جدا، والناس برضو ما زالوا مصرين، عمالين إما يهاجموا الإعلام. وبعدين عندهم نهج يعني غريب في النقد، يعني مثلا النهارده في الوطن عاملين مواجهه بين مختار نوح وصبح صالح. مختار نوح بيتكلم ان في القانون، صبح صالح يقول لك ده المفلسين والبتاع، يعني اللي هو فكره انه يخش يعني يهاجم وخلاص بدون النظر في الموضوع. ونفس الامر بيتكرر في مواقف كتيره، انك ما بتلاقيش حد يتحاور، زي ما شفنا الناس اللي بتهاجم عبد الناصر اللي عايزين يرجعونا لورا، بيقول لك مصر كانت صغيره على عبد الناصر، يعني او عبد الناصر كان صغير على مصر. يا راجل حرام عليك، حرام عليك. طب يا ريتكم تبقوا ربع عبد الناصر، ربع يا اخي، حتى عشر، والله احنا موافقين، بس تبقوا يعني 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 يعني. وبعدين احنا خلاص انتوا جايين تصفوا معارككم التاريخيه يعني مع الشعب. وده المؤلم، يعني فكرة التجرؤ على رموز تاريخية. نحن لا نتحدث عن آلهة بالتأكيد، نحن نتحدث عن رؤساء وزعماء في فترات تاريخية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم بالتأكيد زي أي حد، ولكن يعني فكرة التجرؤ عليهم، التقليل والانتقاص من قدرهم ومن قيمتهم اللي بيعرفها العالم كل للأسف شديد، يعني شيء اعتادوا مؤخرا بعض من رموز الجماعة وحزب الحرية والعدالة، ويمكن على رأسهم دكتور عصام العريان زعيم الأغلبية في مجلس الشورى اللي قال هذا الكلام فيما يخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وبالفعل في الوطن صفحة 5 مواجهة ساخنة بين مختار نوح وصبحي صالح حول تقنين جماعة الأخوان المسلمين. القيادي السابق بالجماعة السيد مختار نوح بيقول الأخوان لن تخضع للرقابة لأن مرسي أطاح بدولة القانون، نحتاج لثورة جديدة تطيح بالنظام الحالي لأنه سبب كل الخراب، الجماعة تحتاج شرعية شعبية من جديد. أما نائب الجماعة مجلس الشورى سيد صبحي صالح فيقول الحديث عن شرعيتنا بضاعة المفلسين والكارهين والحاقدين على التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وستة إبريل، تقنين أوضاعهم والجمعية ستكون الجماعة نفسها وبنفس هيكلها. ومن الحاقدين والكارهين والمفلسين لاتهامات أخرى وأوصاف أخرى
أطلقها الشيخ يوسف القرضاوي اللي بيقول للمعارضين ارجعوا لكحوركم، ودي خلال الخطبة اللي ألقاها بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة بقطر، وأكد أن من يحاصرون مقر الإخوان ويذهبون لميدان التحرير بلطجية يتقاضون الملايين من الخارج لنشر الفوضى وأنهم عورة مصر. في المقابل الشيخ رمضان عبد الرازق أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية قال إن القرضاوي الذي يستخدم هذه الألفاظ هو من يكشف عورات مصر، مواجها حديثه له إذا أردت ممارسة أي نشاط والوقوف إلى جانب الأخوان فليكن ذلك بعيدا عن المنابر. هو للأسف الشيوخ ومنهم القرضاوي يعني مصرين ان هم يقحموا الدين في السياسة، وما اعرفش ليه يعني يا ريت الشيخ القرضاوي يكلمنا على 20 مليار دولار اللي قال عليهم لما إقرار الدستور هيتم قطر هتديهم لمصر، مفيش حاجة جت، وان عدم رفض الدستور كلام يعني زي برضو الخطيب اللي قدام مكتب الإرشاد اللي بيتكلم على ان المعارضين تمولهم إيران، يعني ده كلام لذيذ قوي. طب مش إيران دي يا سيدي الدكتور مرسي هو اللي بيعمل معها علاقات وهو اللي بعت لها عشان يجيب سياحة وسياحة دينية شيعية في مصر، ووفد من السياحة راح والنور رافض. طب يا سيدي طب ما أولى ان انتوا يعني تكلموهم، يعني اعتقد ان انتوا علاقتكم بيهم اقوى، تقولوا لهم ان ما تدفعوش المعارضين. بلاش كلام زي ما بقول لحضرتك، هو ده نهج الاخوان الفشل يؤدي بهم الى اتهام الجميع. كل مشكلة يقولك البلد يا حمدين صباحي مش يعني كأنهم هم الذين يتولون القرار في مصر وهم يتولون رئاسة الجمهورية او عمرو موسى، يعني كأن مش الدكتور مرسي هو اللي ماسك رئيس الجمهورية وهو اللي في ايده القرار. للأسف بعض القيم حتى اللي الإخوان تغاضوا عنها أو يعني سهل او شجعوها في الفتره الانتقاليه بيعانوا منها دلوقتي. يعني هم انت عارف حضرتك في الفتره الانتقاليه كانوا بيطلعوا مظاهرات لاسباب غريبه كده، فطبعا ولما كانت الناس بتتجرأ على حاجات ضد القيم ما كانوش بيقولوا لحد لا، فهم دلوقتي بيعانوا منها وجايين دلوقتي يستعيدوا هذه القيم. ونفتكر ان هم قبل نتيجه الانتخابات نزلوا لثلاث حاجات في التحرير، هي طبعا السبب الرئيسي ان هم كانوا نازلين عشان يضغطوا على نتيجه الانتخابات، لكن هم كانوا بيبرروا ده عشان الضبطيه القضائيه وعشان الاعلان الدستوري وعشان محاكمه مبارك، وانا بالك ان هو مبارك خد مؤبد، ودلوقتي الضبطيه القضائيه موجوده، هم اعادوا الضبطيه القضائيه للجيش، والاعلان الدستوري مرسي اصدر اعلان دستوري الناس كلها كانت رافضاه، وقضيه مبارك النقض برأيته والاخوان ما نزلوش التحرير تاني ولا اي حاجه، فده يدل ان هم كانوا بينزلوا الاهداف خاصه جدا. وبعد الأمن المركزي مرسي في الجيش، كما نشرت جريدة الشروق رئيس بعد الصلاة مع الجنود، القوات المسلحة الحارس الحقيقي للوطن وعدونا لن ينجح في مخططه. ومن المصري اليوم مرسي لضباط القوات المسلحة أثق فيكم، وخطيب الجمعة يشيد بالجيش ويتجاهل الرئيس، ومصدر عسكري لا مناوشات بين الحرس الجمهوري والضباط، والحديث عن ضباط الجيش. وكانت بعض الأخبار ترددت ان هناك بعض هذه المناوشات كانت قد حدثت بالامس. من جريدة الوطن، الجيش يحبط محاولة لتسلل قيادات بالقاعدة من غزة عبر الأنفاق ومصادر، الظواهري طالبة بمحاربة الجيش ودعوة قضائية لمنع عناصر حماس من دخول مصر. صحيفة نشرت وعلى لسان مصادر سيادية قولها إن القوات العاملة في محاربة البؤر الإجرامية والمتطرفين بسيناء أحبطت محاولة تسلل عدد من قيادات تنظيم القاعدة إلى سيناء عبر نفق يربط قطاع غزة بمصر. والإشارة طوال الوقت إلى مصدر سيادي، مصدر عسكري. والنهاردة في مقال لعبد الرحمن يوسف في جريدة الشروق تحت عنوان المصدر المجهول، يتهم فيه بعض من الصحف أن هي بتلجأ لهذه الأمور لفبركة الاختلاق بعض القصص غير الحقيقية. يعني ما اعتقدش ان الكلام ده صحيح على مجمله، وممكن يكون بعض الاستثناءات بتحصل في كده، لكن بعض الامور ليه الصحفي بيلجا ان المصدر عسكري؟ بعض الناس بتوصل لمعلومه وما بيبقاش عايز حابب يقولها على لسانه او بتاع، لكن خلينا نقول ان لو في اي قصه من القصص دي مختلقه المفروض الجيش يطلع ينفي.
الجيش ما بيطلعش ينفي الممالك، او يعني لما نقول مصدر عسكري مثلا قال كذا، فالمفروض الجيش يطلع ينفي يقول والله احنا ما يعني الكلام ده غير صحيح. لكن بالعكس ممكن الجيش بيأكد، يعني مثلا موضوع اللي مسكوهم في الانفاق بيهربوا، زي الجيش اكد ان في ناس بتهرب زي عسكري في الانفاق. كان معانا على تليفون السيد غازي حمد، وهو واحد من قيادات حماس، وتساءل اين هي صور هذه الاقمشه، اين صور الذين تم القبض عليهم داخل الانفاق لتهريب هذه الاقمشه، لماذا نقرا طوال الوقت عن مصادر سياديه، مصادر مجهله، ولا نرى ولا نسمع اسماء محدده. انا معاه في ده، ولازم نأيد ده، ولازم الجيش يطلع بقى يقول لنا الحقيقة، لأنه بصراحة يعني اختفى كتير عن المشهد، ولازم يطلع يقول لنا ايه حقيقة اللي بيحصل في الأنفاق، ايه حقيقة الجيش، ايه حقيقة دور حماس في سيناء والجهاديين في سيناء، اللي بيحصل في سيناء، اللي الرئيس رفضه فيما يخص أمور الجيش، فيما يخص هدم الأنفاق، هل فعلا في الامور يعني الامن القومي مش واضح بالنسبه لرئاسه الجمهوريه، هل العلاقه بين، احنا شفنا خالد مشعل بيروح يزور المرشد على طول، يعني العمليه ما لهاش علاقه بالرئيس، ف يعني كل الكلام ده لازم الجيش يطلع يتكلم عنه، الامور ما بقتش تحت. طب هل ده اشاره الى انه مثلا يعني الجيش لديه الكثير من المعلومات ولكنه رافض الافصاح عنها، الاعلان عنها، توضيحها للراي العام؟ يعني واضح من اكتر من حاجه ان هناك علاقه متوتره بين الجيش ورئاسه الجمهوريه، ده يعني واضحه. يعني ايه دلائل او تفاصيل هذه الامور؟ في يعني كذا دليل على هذا الامر. اولا شفنا التصريحات اللي هي الرسميه، شفنا الفريق صبحي في الامارات لما قال صدق صبحي في الامارات لما اتكلم على فكره ان الجيش لو الشعب احتاجه هينزل بعد ثانيه واحده، وانا اعتقد ان هذه التصريحات عملت مشاكل كتير. شفنا الهجوم العنيف من جماعات الاخوان المسلمين على الجيش، وزي ما قلنا الكلام اللي قاله علي عبد الفتاح، شفنا حازم ابو اسماعيل وخروجه في كاداه من ادوات الاخوان المسلمين لمهاجمه الجيش وقت ما كانت الناس بتطالب بعوده الجيش، يعني امور كثيره تدل ان في توتر. شفنا الجيش يعني بيشتغل في الانفاق، شفنا خالد مشعل زي ما بنقول بيجي يزور المرشد، واضح ان هناك ازمه بين الجيش والرئاسه، واضح ان حماس يعني احد اطراف هذه الازمه. احنا نفسنا ان الجيش يطلع يعلن، او حد يطلع يعلن عن رفح، لكن مش هنقعد نتكلم في كلام كتير وفي النهايه ما يعني ما فيش حاجه داله. يعني محتاجين الامور، يعني الجيش لازم يبقى كمان صعبان عليه ان 16 من رجاله ماتوا ودمهم لحد دلوقتي ما جاش. الرئيس قال هاخد بطارهم والرئيس ما خدش، خلاص. طب الجيش اللي هو اللي الناس دي منه مش هيطلع يتكلم، مش هيطلع ياخد بطارهم، مش هيطلع يقول مين السبب، مش الامور طولت قوي، ده من شهر 8 يعني، ده تحيات ايه ده؟ يعني الامور اعتقد غريبه. وانا اعتقد ان زياره الدكتور مرسي امبارح للجيش كانت محاوله منه لان هو يقول للناس يعني ان ما فيش مشاكل. هو دايما في خطاباته لو تلاحظي بيتكلم على فكرة ان الجيش معايا بطريقة او باخرى، او انا القائد الاعلى للجيش. طيب الحمد لله، احنا بعد ما حاولنا الاتصال بقيادات جماعة الاخوان المسلمين، وبعد ما رفض الدكتور محمود حسين امين عام جماعة الاخوان المسلمين لانه ما بيعملش مداخلات، وبعد ما رفض السيد محمود غزلان واللي رفض دخول في مداخلة لاسباب خاصة رد علينا وقبل دخول في مداخلة، دكتور ياسر محرز المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين. صباح الخير دكتور محرز. صباح النور يا فندم. يعني تعليقك على الاحداث التي جرت بالامس، احداث العنف، احداث تبادل القاء الطوب، الحجاره، كسر الرخام والمولوتوف، والاعتداء على يعني الكل من جانب الكل بالاسلحه البيضاء. لا الحقيقه احنا يجب نوصف الامور بتوصيفها الصحيح. اللي حصل امبارح كانت حضرتك جريمه مكتمله الاركان. تم استئجار المئات من البلطجيه لحصروا مداخل ومخارج المقطم. كانت الاعتداءات منظمه بالمولوتوف والخرطوش والاسلحه البيضاء. تم احراق شباب الاخوان، احياء وصور موجوده. وللاسف الشديد يعني حينما ضربت الفتاه، يعني قعدنا ليله كامله البنت تقوم وتقعد وهي تضرب، وهذا امر ننكره جميعا وامر طبعا لا نقبله. امبارح تم حرق شباب الاخوان احياء، والفيديوهات والصور موجوده في كل مكان. حرقهم؟ لم نرى احد يشير هذا الامر. كانت هناك قتل على الهويه. اي حضرتك اي حد يا استاذه دينا كان بيبقى ماشي ملتحي او عنده علامه استوى كان بيتم الفتك بيه. بالنسبه للصحفيين، وانا بقدم بلاغ للاستاذ ضياء رشوان من خلال برنامج حضرتك النهارده، هناك صحفي
تم الفتك ليه وسحله امس الاستاذ مصطفى الخطيب وهو في حاله حرجه في المستشفى، لم نرى ولم نسمع اي احد يدين الاستاذ مصطفى الخطيب صحفي بالحريه والعداله. ايوه فندم. طيب يعني احنا لا احنا سمعنا وقرانا بيان لاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيدين فيه تماما يعني الاعتداء على اي من الصحفيين وتحديدا اثنين من صحفي جريده الحريه والعداله. محتاجين ان الاستاذ ضياء رشوان يذهب الى النائب العام ويقدم بلاغ ضد من استاجر هؤلاء البلطجيه للاعتداء على طب حريه. طب اسمح لي دكتور ياسر محرز، يعني في سياق كلام حضرتك قلت استئجار مئات البلطجيه المتواجدين، من اين عرفتم انهم مستاجرين ومن اين عرفتم انهم بلطجيه، حيث انه البعض يتحدث عن بلطجيه الاخوان والاخوان يتحدثون عن بلطجيه يعني الشباب المشاركين في جمعه رد الكرامه. مفيش اصل بص حضرتك مفيش بلطجي هيجي من اخر الدنيا ويطلع جبل المقطم ويموت في الناس لله وللوطن، يعني اللي بيحصل ده جريمه لازم النائب العام يحقق فيها، ولازم نعرف الجهات الداعيه لهذه الجمعه وما تغطى فيها، لان المسؤوليه السياسيه تقع عليهم. اللي مفيش اي حد يجي بهذه الكميات الوحشيه اللي احنا شفناها امبارح دي الا وهو مدفوع، استحاله. انا عايز اقول لحضرتك يا استاذه دينا امبارح كانت محرقه، يعني كان الشباب اللي كان يتم الاعتداء عليهم كان يتم القاء زجاجات الملوتوف واحراقهم احياء، كان يتم سحل هؤلاء الشباب. هذا الامر جريمه منظمه يجب ان نعرف من وراءها، ويجب الاعلام الحر ان يعري هؤلاء، وان نعرف هل الخصومه السياسيه في بلادنا دلوقتي بقت تستخدم فيها كل انواع الاسلحه سواء البيضاء او الخرطوش او الرصاص الحي، وان يتم الفتك بالخصوم السياسيين. عايز اقول لحضرتك امبارح كانت تتم محاصره مساجد المقطم المحيطه بمقر الارشاد، مسجد الحمد ومسجد بلال، تم محاصره المساجد بالاسلحه البيضاء وبالمولوتوف ومنع دخول او خروج اي حد. ما يحدث ده امر. طيب يعني الشباب اسمح لي علشان مش طب اسمح لي دكتور محرز، يعني شباب ويعني كان معانا ممثل ليهم دكتور شادي الغزالي حرب يتحدث انه الدعوه كانت سلميه تماما للذهاب للتظاهر للوقوف امام مبنى مكتب الإرشاد في المقطم ردا على ما كان من أحداث عنف وقعت على المتظاهرين الاعتداء عليهم وانتهاك آدمياتهم. الدعوة كانت سلمية، ولكن من بدأ بالعنف كان شباب الإخوان المسلمين وبادروا بإلقاء كسر الرخام والطوب وما إلى ذلك. لا لم يحدث، لم يحدث. بص حضرتك يعني انا مش هتحدث عن نفسي، شهادات الناس اهالي المقطم وشهادات الناس اللي كانت موجوده امبارح كلها بتقول ان قطعان البلطجيه اللي كانوا موجودين امبارح هم من بداوا الضرب والاعتداء. يعني لا يعني انا عن نفسي لم ارى بلطجيه، انا لم اكن هناك، ولكن خليني اتحدث من خلال رؤيتي علشان ما نطلقش اتهامات في الهواء الطلق. اسمح لي دكتور محرز، يعني راينا صور لبعض من الشخصيات العامه، شخصيات سياسيه اصيبوا ايضا، يعني دكتور حازم عبد العظيم، استاذ خالد علي اصيبوا من جراء الاعتداء عليهم، على الرغم انه مثلا خالد علي كان يتدخل لانقاذ شاب من شباب الاخوان من ايدي بعض من الشباب الغاضبين بعدما قالوا انه تم الاعتداء على صديقهم بقسوه شديده. بذكر الاستاذ حازم عبد العظيم، استاذه دينا حضرتك ما شفتوش وهو ماسك الحجاره ويرمي بيها في امبارح. طب البعض هنا يتحدث عن، لا نتحدث عن ثانيا وثالثا، دعونا نتحدث عن اولا، يتحدثون ان من بدأ كان شباب الاخوان. لا يا فندم، هذا امر لم يحدث اطلاقا. طيب. شباب الاخوان امبارح تم تصفيتهم جسديا، تم الاعتداء عليهم، واحنا بنطالب بتحقيق من النائب العام وبنطالب بإدانة جميع القوى التي دعت الى هذه التظاهره امس. طيب. لانها اعطت الغطاء السياسي للمئات البلطجيه ان هم يعيشوا في الارض فسادا ويرعبوا اهالي المقطم ويحاصروا مساجد المقطم ويقوموا بضرب اي احد على الهويه. بقول طب ماذا عن اقتحام بعض فيلل ومساكن المقطم من قبل بعض شباب جماعه الاخوان المسلمين دكتور محرز؟ لا لم يحدث ابدا يا فندم. اللي حصل ان بعض الشباب بعض الاهالي تعاطفوا معاهم
نتيجه عمليات القتل والضرب المنظم اللي كانوا بيتعرضوا ليهم دول. فبعض الاهالي ادخلوهم في بيوتهم حمايه ليهم، وحتى هذه الاهالي لم ينجوا من البلطجه يعني. ولكن الاهالي كانوا يتحدثون انهم استنجدوا بالشرطه واستنجدوا ايضا بقوات الجيش، ولكن لم يكن هناك اي استجابه لهم بعد ما كان في اقتحام واعتلاء للمباني والفلل والمساكن من قبل شباب الجماعه. لا، لم يحدث هذا اطلاق. ده نوع من التشويه المنظم اللي بيتم. اللي حصل ان بعض الاهالي ما لقوا النزعة البلطجية بيجروا على الشباب وبيحاولوا قتلهم وحرقهم. تم ان بعض الاهالي ادخل شباب الاخوان يعني ليحميهم من الفتك بيهم. انا عايز اقول لحضرتك الكلام اللي انا بقوله دوت مش مني، ده احنا زمايلنا الشباب الصحفيين في الجرائد المعارضة المختلفة والمستقلة اتصلوا بينا امبارح وقالوا ما يحدث هي جريمة منظمة، جريمة قتل منظمة. هل ممكن نشبهها مثلا بجريمة الاتحادية دكتور محرز؟ لا، حضرتك اللي بتشبهي دي افظع من الاتحاديه بكتير جدا يعني. افظع دي 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 لا 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 تقارن خالص بالاتحاديه دي. بقول لحضرتك جريمه قتل على الهويه. اي حد كان مرتحي راكب عربيه كان بينزل من العربيه بتاعته يتضرب ويكسروا العربيه ويولعوا فيه. في عشرات السيارات امبارح التابعه لاعضاء الاخوان المسلمين تم حرقها، وكان البلطجيه يشيرون بعلامات النصر وصورهم موجوده على النت. طيب واضحه. البعض يعني بالتاكيد كلنا بندين مثل هذه الاحداث، احداث العنف، الضرب، التنكيل، احتجاز اي مصري، ونؤكد على انه الدم المصري حرام على كل مصري. ولكن الم ترى يعني بوادر بدايات مثل هذه الاحداث من قبل، منذ بدات مثلا احداث الاتحاديه وحتى اللحظة لم يتم التحقيق مع من ارتكبوا التعذيب والتنكيل والاحتجاز بحق مواطنين مصريين كانوا مشاركين سلميا في أحداث الاتحادية 5 ديسمبر الماضي أو 4 ديسمبر الماضي؟ أنا أشارك حضرتك تماما في اللي حضرتك بتقوليه، بل بالعكس احنا على مدار الشهور الثلاثة اللي فاتوا دول كانت كل ما يسمى بالبلاك بلوك وغيرهم من الناس اللي بتلقي بقنابل المولوتوف وبتحرق المقرات الحامه وبتحرق المحلات التجاريه زي التوحيد النور ومؤمن وغيرها باعتبارها من محلات الاخوان المسلمين، وبيقطعوا مترو الانفاق وبيقطعوا الكباري وبيدمروا كل شيء. ومع ذلك كانوا هؤلاء ثوار احرار ولم تتم ادانه اي احد منهم. انا بايد حضرتك فعلا ان عدم القبض عن المسؤول عن هذه الامور وعدم حث القانون في هذه الامور اغرى الكثيرين جدا ان هو يعمل اللي حصل امبارح من جريمه بشعه. طيب هل تقدمتم ببلاغ للنائب العام سيد محرز؟ ايوه فندم، تقدمنا في الفعل. هل تتوقعوا سرعه في التعامل مع هذا البلاغ بخلاف بلاغات اخرى قدمت من قوى سياسيه مختلفه بعد مواقع مختلفه؟ نامل يا فندم ان يتم التفاعل مع هذا الامر سريعا حتى لا نغري الاخرين بالقيام بمثل هذه العمليات الاجراميه مره اخرى وحتى لا تشوه التظاهرات السلميه. شكرا جزيلا استاذ ياسر محرز المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. انا بس عايز اعلق على فكره الدكتور ياسر بيتكلم على فكره ان النيابه لازم تتحرك بسرعه. طب النيابه، طب انتوا سلمتوا الثلاث حراس بتوع الشاطر اللي كانوا في الاحداث الاسبوع اللي فات اللي هم سبب الازمه؟ هل انتوا سلمتوهم؟ النيابه طلبتهم، هل انتوا سلمتوهم؟ ما تسلموش. فاللي بيقول بعض الاهالي تضمنوا كانوا مش عارفين، طب بعض الاهالي ده احنا شفنا الاسبوع اللي فات كانت الاهالي بتحاول تعمل التوقعات لاخلاء مقر الارشاد من المقطم، وبعض شباب الاخوان اعتدوا عليهم. طيب طبعا احنا بندين اي اعتداء على الصحفيين، الصحفيين زي غيرهم من المظاهرين زي غيرهم من الشباب الاعتداء، لكن ده راجل بيبقى رايح يؤدي مهمه ما بيبقاش رايح يتظاهر. وادانه طبعا مصطفى الخطيب طبعا ده حاجه امر مفروض، لكن احنا كمان بنسال هو الحريه والعداله ليه ما ادانوش الحريق بتاع الوطن ولا المشاكل اللي بتحصل في ضد الصحفيين؟ وبعدين احنا عندنا زميلنا محمد طارق ده مندوب الوطن في مكتب الارشاد، فامبارح الاخوان ضربوه، ده ما اعتقدش مش هيعرف ان دول اخوان ولا متظاهرين، ده اكيد عارف. خالد محمد زميلنا ايضا الاخوان والامن الاثنين تبادلوا الضرب عليهم. زميلنا المصور محمد هشام محمد اللي صور الصوره الجميله اللي حضرتك عرضتيها بتاعت الامن، سياره الامن المركزي اللي بيخبيها، ايضا الضرب. احنا تقريبا الوطن بقى لها دلوقتي حوالي يعني 10 شهور او 11 شهر تقريبا مش اقل من 40 مصاب
في الاحداث المختلفه. مين بيحمي ده؟ انا كمان بتوجه للنقيب ضياء رشوان، الامر مش هينفع كده يعني. يعني بقت الامومه ممنهجه ضد الصحفيين، وده من تحريض الاخوان ضد الاعلام. يعني انتوا طول الوقت بتحرضوا ضد الاعلام، يعني 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 انا بيصعب عليا كمان شباب الجماعه، انتوا طول الوقت بتحرضون ضد الاعلام وضد الانقاذ. والاخر شفنا الناس امبارح عندهم حاسين ان هم رايحين يحرروا القدس. يا جماعه حرام عليكم، مش كده يعني. يعني 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 اسمح لنا يا استاذ محمود، احنا معانا على التليفون دكتور حازم عبد العظيم للتعليق على ما قاله سيد ياسر محرز المتحدث الاعلامي باسم جماعه الاخوان المسلمين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، ازي استاذه دينا؟ الحمد لله تمام. يعني سيد ياسر محرز كان بيتكلم على انه صوره حضرتك وانت بتلقي الطوب امبارح بعدما اشرنا الى اصابتك واستاذ خالد علي. هو الحقيقه استاذه دينا يعني الواحد بيلاحظ التحول في شخصيته اللي ممكن فعلا يرد العنف بالعنف. الموقف امبارح مش هو اول موقف، ده ثالث موقف. في حاجه مهمه جدا عايز اقولها، الجماعه دي كجماعه فاشيه بتحرص بشده ان اي تظاهر ضدها وهتافات ضد النظام الاخواني لابد ان يقمع من الاول. وهرجع لجمعه كشف الحساب، انا مش اول مره امسك طوب على فكره. جمعه كشف الحساب كانت تظاهرة سلمية في ميدان التحرير. وطلع علينا، أنا بأكرر، طلع علينا جماعة من الإخوان بتضربنا بالطول. هنا عند حضرتك حلين. يا إما تنسحبي وتقعدي تقولي سلمية. كويس، أنا راجل دلوقتي سلمي بيعتدى عليا. وأسيب لهم الميدان، يبقى هم نجحوا بعد كده إن هم يقمعوا بالعنف أي مظاهرة سلمية. تمام، إذا يعني إلقاء حضرتك للطوب، استخدامك للطريقة دي جاء كرد فعل. كرد فعل. طيب بدءا من جمعة كشف الحساب مرورا ب لغاية في الاتحادية برضو كانت نفس القصة، الجرافيكي نفس القصة، امبارح نفس القصة. طيب تحديدا امبارح علشان وقتنا دكتور حازم بعد اذن طيب. حضرتك هل كمان المبادرة البدء بإلقاء الطوب بالاعتداء كان من جانب شباب الاخوان، يعني على عكس ما قال سيد محرز؟ نفس شهادة شادي الغزالي، نفس شهادة زياد العليمي، واحنا كلنا محدش اتفق مع التاني فيها. ملخصا كده احنا كنا في ميدان النافورة بنستعد لتجميع بعض المسيرات اللي جاية لينا، واقفين سلميا بنتظاهر مجموعة كتير من الشخصيات العامة من شارع جانبي من الجبل. طلع علينا مجموعة من الاخوان المسلمين وابتدوا اكرر 50 مرة، ابتدوا ضرب الطوب. فكان لازم الرد عليهم. ما ينفعش انا ابقى متظاهر سلمي وتضربني بالطوب وتبتدي انت وبعد كده تقعد تعيط لما انا ارد عليك. طيب ماذا عن الاعتداء بوحشيه؟ يعني هكذا وصفه استاذ محر، اعتداء بوحشيه حصل على شباب جماعه الاخوان المسلمين، انه كان في ضرب قتل على الهويه وانه في البعض تم احراقهم. اولا ما فيش اي حوادث قتل خالص حصلت دلوقتي. انا فعلا طبعا لما كان بيقع حد من جماعة الإخوان الشباب فعلا كان متضايق، أنا وخالد علي كنا بنصرخ يا جماعة مفيش داعي يا حد يقتل ولا حد يأذي جامد، هاتوهم على الإسعاف. خالد علي قام بدور جامد جدا، وإحنا كنا بنحاول نساعد في الموضوع ده، إحنا مش عايزين نقتل ولا عايزين نعذب، اللي كان بيتضرب كان بيتاخد على الإسعاف. لكن مهم جدا يا أستاذة دينا وحضرتك برضه في الإعلام تتدققي في حته البدايه كانت فين؟ بتلاقيها من الاتحاديه لغايه النهارده. فما ينفعش ان احنا نبقى سلمين ونضرب ونسكت. ما ينفعش. وانا الحقيقه خدت لك دبش جامده جدا في صدري ورحت المستشفى وعملت اشعه وكنت بضرب طوب فعلا وبدافع عن الميدان ولا ما اتعور. والوضع لو استمر كده هيستمر حرب الشوارع في مصر. ونتمنى الا يستمر كذلك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عبد العظيم. الروايات مختلفه، احنا الحقيقه دورنا مش التحقيق، التحقيق ده من المفترض من سلطه السيد النائب العام اللي هو نائب لكل المصريين للتحقيق في اي من الجرائم، المخالفات، التجاوزات اللي بتحصل على مدار 9 شهور فاتت للاسف الشديد ولم تلقى يعني، وتحديدا مؤخرا وبنتكلم من اخر 3 شهور منذ تولى النائب العام الجديد وبدءا من الاتحاديه ومفيش اي تحقيقات كافيه تطلق الصدور تؤكد للناس ان احنا في دوله القانون وبالتالي من سيجرم سيلقى عقابه
او جزائه، وعلشان كده للاسف شديد داخلين في نفق ما يعلم به الا ربنا، وربنا يستر وما تستمرش هذه الموجه القاتله من العنف. الوحيد اللي يقدر يخرجنا من الموجه دي يعني غير النائب العام انه يطبق قانون هو الدكتور مرسي، اللي ما زلت اصر هو مسؤول عن كل الاحداث دي قانونا وسياسيا ودينيا ايضا. ولازم يبقى في حل ولازم يفوق للدولة لو هو عايز يبقى يستمر رئيس، لكن إصراره على أنه مش معانا، ولما بيتكلم بنشوف الكلام بتاعه بيطلع ازاي دخل باكستان شاركت في حرب أكتوبر، يعني حاجة صعبة جدا. يعني ده ناس بتمحي التاريخ، مش عارف ليه مصرين على التاريخ. يا سيدي خليك في الحاضر، اعمل حاجة للناس الأول وبعدين يبقى اتكلم في التاريخ. غالبا دي ليها علاقة بالفلسفة يعني غالبا. وسؤال: ما الحل لإنهاء مسلسل العنف بين القوى السياسية؟ استقالة الرئيس 69%، رحيل الحكومة 3%، قبول المعارضة للحوار 21%، انتخابات برلمانية عاجلة 7%. الحل لإنهاء مسلسل العنف بين القوى السياسية أيهم تختار؟ استقالة الرئيس، رحيل الحكومة، وصول يعني دايما قبول المعارضة للحوار. الناس بتفضل دايما تبقى مع الأغلبية يعني لكن لا، يعني ممكن يبقى أكتر من حل. يعني أنا رأيي لو شال الحكومة وشال النائب العام واختار كفاءات في الأماكن المختلفة وعمل توافق حوالين إدارة الدولة اللي مش هينفع تدار إلا بالتوافق، يعني ممكن يستمر. بس لكن بالوضع ده أعتقد بإصراره وعناد، وده أعتقد إن الوضع مش هيستمر. في النهاية بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود مسلم، الكاتب الصحفي المعروف ومدير تحرير جريدة الوطن. شكرا جزيلا وبشكركم مشاهدينا. بعد الفاصل هنتكلم في موضوع شركات الأمن الخاصة اللي بدأ يلجأ إليها بعض المواطنين، بعض من الشركات المؤسسات لحمايتهم في ظل هذه الفوضى الأمنية اللي بنعيشها. هل ده هيدخلنا في فوضى تانية؟ هل هندخل في عصر الميليشيات الأمنية ولا إيه اللي هيحصل بالظبط؟ ده اللي هنتكلم فيه.